ستوديو أب كان صدفه فنان ومبدع كي ياخذ على عاتقه دعم المواهب والفنانين الشباب. دونك كان لونسي واحد المسابقة ديال أحسن كوفر للأغنية وكون استفادة متبادلة، يعني أغنيتي أنا كتعرف وكذلك داك السيد اللي غادي يربح غادي يكون عنده حتى هو يعني نصيب من هذا النجاح اللي يكون مشترك. وكان واحد الصوت هو اللي فاز في هذه المسابقة وهو اللي جايب معك اليوم. أمينة مرحبا بك. الله يحفظك. الله يبارك فيك. شرفتينا اليوم. الله يبارك فيك. اسأل روحك اسأل قلبك قبل ما تسأل إيه